مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا، وحلقة جديدة من مؤشر النيل على مدار حلقتين سابقتين. من بداية الأسبوع البورصة المصرية كانت في ارتفاعات جماعية، وشفنا على تحليل الخبراء لهذه الارتفاعات، وكانت يمكن بعضها ارتفاعات طفيفة، ولكن كان اللون الأخضر هو اللي بيغطي جميع الأسهم. النهاردة كانت المفاجأة أن البورصة المصرية انخفضت جميع مؤشراتها بشكل كبير جدا وبنسب كبيرة. أيضا هنجد أن مؤشر البورصة الرئيسي اكثرتي انخفض بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 13636.93 نقطة. مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضا إيجي إكس 70 انخفض بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 1237.46 نقطة. وكمان مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا انخفض بنحو 1.15% من هنا التعاملات عند مستوى 1358.65 نقطة. التراجعات شملت أيضا مؤشر إي جي إكس 30 كابد الجديد محدد الأوزان النسبية بنسبة 1.39% منهيا التعاملات عند مستوى 15585.1 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم. قطاع البنوك كان هو الأنشط اليوم وتصدر القائمة بنسبة 26.92%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 21.4%، جاء ثالثا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 15.84%، وجاء رابعا قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 27%. نتحول إلى قائمة المتعاملين داخل السوق. المستثمرين المصريين اتجهوا نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 17.93% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 79.41% من إجمالي التعاملات. المستثمرون العرب اتجهوا نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 2.66% من إجمالي التعاملات. وما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق. هنجد ان المستثمرون الافراد اتجهوا نحو الشراء وحصلوا على نسبة 9.45% من اجمالي التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت على نسبة 90.54%. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.98%، تلاه سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو بنسبة 5.8%، ثالثا جاء سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.6%، بينما حل رابعا سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.55%. سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير كان هو الأكثر انخفاضا اليوم، وتصدر قائمة الانخفاض بنسبة 8.39%، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 6.80%، وحل ثالثا سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 5.86%، رابعا جاء سهم العربية للمحابس بنسبة 5.74%. مشاهدينا، المزيد من التحليل والتوضيح حول اداء البورصه اليوم يسعدني ان انضم الي في استوديو النيل الاستاذ خالد نجاح خبير اسواق المال. اهلا بك استاذ خالد. اهلا بحضرتك. عندنا كلام كتير جدا هنقوله النهارده عن البورصه، ولكن اسمح لنا نشوف هذا التقرير الاول من داخل البورصه. مشاهدينا، نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم سريعا نبدا التحليل. في جلسة منتصف الأسبوع سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق التعاملات. البورصة تأثرت بضغوط بيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 6.6 مليار جنيه ليصل إلى 692.357 مليار جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 5.3 مليار جنيه.
تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. وشهدت الجلسة تنفيذ صفقة محمية على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ب3 مليارات و600 مليون جنيه، الأمر الذي رفع من سيولة السوق. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 انخفض بنسبة 1.18%، وتراجع مؤشر إيجيك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.49%. وشملت موجة التراجعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنحو 1.15%. التداولات شملت 172 سهما لشركات مقيدة في البورصة، تراجع 112 سهما وارتفع 25 سهما واستقر 35 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. اهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، بجد الترحيب الأستاذ خالد نجاح خبير أسواق المال. أستاذ خالد، يعني بالامس كان هناك ارتفاعات لجميع المؤشرات واول امس ايضا، ويمكن هناك قطاعين كانوا هم اللي قادوا هذه الارتفاعات الفتره الاخيره، طبعا القطاع المائي بنك سي اي بي كان هو ومصر الجديده للاسكان والتعمير. النهارده فوجئنا ان كانوا هم السبب في هذا الانخفاض وتحديدا مصر الجديده. النهارده الجلسه كانت ماشيه عاديه جدا، يعني لغايه منتصف التعاملات فجأة كده احنا عرفنا ان في صندوق اصلا داخل معاه كمية كبيرة جدا في مصر الجديدة، بيبيعها بشكل عنيف جدا. ده طبعا ايه، ده يعني ايه، خلق حالة من الفزع لدى المتعاملين. وفعلا بعد ما بدأ يدي فيش كبيرة في مصر الجديدة، فلقينا بدأ القطاع كله يحصل برضو في عمليات رمي. دي حاجة. الحاجات التانية برضو القطاعات التانية بدأت بقى وراها الأسمدة بقى والتسليح والحاجات دي كلها، كل السوق ايه اتجه نحو الانخفاض. السوق المصري النهارده خسران ما يقرب من 6.5 مليار جنيه. تمام. كان في خبر ايجابي على مصر الجديده يوم الاحد، ان هي عندها طرح 26 قطعه ارض بنظام المزاد العلني في مصر الجديده، في منطقه مصر الجديده. دي كانت هتدر عليها بالمليارات. السهم طلع 22 جنيه النهارده، السهم اخر التعاملات ب 18 جنيه و60 قرش تقريبا. ايه بقى السبب؟ ما السؤال بقى، السؤال احنا يعني لمصلحة مين اللي حصل ده؟ ان المتعاملين بيعانوا معاناة رهيبة جدا في البورصة المصرية. انا بكلم حضرتك بمنتهى الامانة، السبب ان احنا اللي عرفناه ان في صندوق بيبيع 2 مليون سهم بس. هل البيع يبقى بالشكل ده؟ يعني احنا الطبيعي ان احنا بنشوف الفيش على الشاشة عندنا مثلا 15 20 الف، انما فجأة لما حضرتك تلاقي مثلا بالسبعين والتمانين الف فيشة بتترمي ماركت كده، فيعني يعني ايه السبب اللي خلى صندوق يبيع هذا الرقم مره؟ لا احنا ما اعرفهاش طبعا، ما اقدرش اعرفها. ده قرار صندوق، ما عندناش مشكله ان انت تبيع، بس انت بعت على خبر ايجابي في السوق، ماشي. بس الخبر الايجابي ده يعني السهم بقول لحضرتك كان ب 21 جنيه بعد خبر الاراضي اللي انا قلت لحضرتك عليه ده، وصل 22 جنيه، وبعدها من 22 النهارده السهم 18 جنيه و60 قرش. فطبعا نزول رهيب جدا. احنا كنا منتظرين اصلا ان هيبقى ليها كمان اخبار ايجابيه. القطاع ده فيه كوبونات، كان فيه تقييم لشركه مصر الجديده ايضا، كان فيه اخبار ايجابيه. بس ايه يعني عنف البيع ده اللي خلق كمان موجات في السوق من عمليه المارجن، ان شركات كتيره مديه مارجن لعملاء شافت الشكل ده، فطبعا بتبدا تقلق، فبتدي توصيات للعملاء ان هم يخشوا يبيعوا. ده بقى اللي عمل في السوق كله كده. بس النهارده المصريين كانوا شاريين. المصريين شاريين فعلا، بس عندنا بيع الاجانب بيع الاجانب والعرب كان عنيف جدا. ما هو المصريين بس امبارح برضو كان المصريين هم بس اللي شاريين، بس قادوا البورصه للارتفاع. بص حضرتك، ما هو احنا ممكن يبقى في ارتفاع في البورصه، ولكن عن طريق سهم مثلا زي مثلا سهم السي اي بي 26% نسبته في المؤشر 26%، فطبعا بيأثر بمنتهى السهوله عندنا في المؤشر، فبيبان عند حضرتك ان احنا ايه المصريين شاريين. البورصة المصرية محتاجة يعني ايه محفزات. ده انا يعني ده اللي احنا محتاجينه فعلا دلوقتي. البورصة المصرية كانت ممكن تبقى وسيلة لتمويل المشروعات العملاقة، ودي وظيفتها الرئيسية. البورصة المصرية كان ممكن تبقى وسيلة لجذب الدولار
والعملات الصعبة. احنا طبعا فكرة التنشيط البورصة والاهتمام بالبورصة والمعاناة اللي بتعيشها البورصة ده موضوع كبير، يمكن احنا بقالنا حلقات سنة تقريبا بالزبط. بنتكلم عنها، ولكن هو الى اي مدى ستظل البورصة تعتمد على خبر لشركة ما، استحواذ سهم زي سهم السي اي بي على البورصة بشكل كبير او الوزن النسبي الاكبر، امتى هتبقى البورصة قوية مش هشة؟ يعني ده يعتبر ارتفاع هش. حضرتك قلت كلمة صح جدا، البورصة هشة، السوق السوق بتاعنا لا يعبر عن الشركات المطروحة على الشاشة عندنا، شركات قوية جدا، السوق بتاعنا لا يعبر عنها، محتاجين محفزات قوية جدا. أولها دايما زي ما كل ضيف كريم بيجي عند حضرتك هنا بيقولها، موضوع إلغاء الضرائب. خسرنا كتير جدا جدا من المستثمرين والمتعاملين في السوق المصري بسبب الضرائب، دي حاجة. الحاجة التانية، المفروض ان من بعض المحفزات اللي احنا برضو مستنيها الى حد ما، في اجتماع للبنك المركزي يوم الخميس الجاي. تالت حاجة، عندنا خفض اسعار الغاز بحد اقصى 1 ابريل بالنسبة للمصانع، ده خبر ايجابي جدا طبعا، ده خبر ممكن ان هو يحرك السوق حركة عنيفة جدا، خفض اسعار الغاز ده، وخاصة ان دلوقتي الحمد لله الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية اصبح عندها اكتفاء ذاتي من الغاز. تمام، انا ببيعه باسعار غاليه جدا للمصانع حضرتك، السعر العالمي. طب وهل المبادره بتاعت الرئيس اللي هي المصانع المتعثره واعاده جدوله ديونهم وفتحها مره تانية، ليه ما شفناش اثرها على القطاعات اللي موجوده اللي بتمثل هذه الشركات داخل البورصه؟ في المصانع او القطاعات، المصانع دي مش شغاله اصلا بكامل طاقتها، المصانع دي محتاجه، احنا لو خفضنا اسعار الغاز ليهم هتلاقي اختلاف كبير جدا، هتلاقي مصانع متعثره كتير جدا اشتغلت، هتلاقي مصانع اشتغلت بكامل طاقتها. وهو لما قال شال من عليهم الديون وشال من عليهم الفوائد واعاده جدوله الديون اللي عليهم والدوام، انا بقول لحضرتك كده، عارفه ليه؟ لان احنا اسعار الغاز العالميه 1 دولار و80 سنت، احنا عندنا هنا بنديها للمصانع، بنديها للمصانع ب 5 دولار او ب 4 دولار ونص، لكن انت تخيلي الفرق. فطبعا يعني نسبه كبيره جدا، على فكره هي كانت اعلى من كده والحكومه مشكوره خفضتها، بس التخفيض الضعيف ده برضه مش هو ده اللي بيخلي المصانع انها تتحرك. البورصه احنا في حاجه، في حاجه فعلا ان السوق بتاعنا يبقى قوي عن طريق الاخبار القويه. خبر زي موضوع المصرية للاتصالات الفتره اللي فاتت دي، الفودافون بالظبط، ده بالظبط ده طلع السوق بتاعنا المؤشر ال 14 عدى ال 14 خط ال 14، يبقى احنا بمعنى يعني اوضح كل الاخبار الايجابيه السوق بتاعنا بيلمسها، بس محتاجين اخبار قويه فعلا. انا بقول لحضرتك اخبار قويه بمعنى ايه؟ يعني هو السوق خد الخبر وامتصه وتفاعل معاه بالفعل ايجابي وخلص اثارها وخلصت، هل بقى محتاجين كل ما يخلص خبر نبدا تطلع بخبر تاني؟ ما هي على ولا ان احنا اصلا نعمل هيكله حقيقيه بحيث البورصه ما هو السوق بتاعنا عشان ابقى واضح برضو، ان احنا من اكتر من 10 سنين للاسف كانت البورصه المصريه وسيله للتربح، وسيله للربح عفوا، وسيله لجذب الاموال، وسيله لجذب العملات الصعبه. احنا النهارده السوق المصري بيحتاج اعاده هيكله فعلا زي ما حضرتك قلتي. انا لما بتكلم على موضوع تخفيض الغاز ده، انا بتكلم بعد ما مصر اعلنت ان هي عندها اكتفاء ذاتي وليس استيراد ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. ليه ما نعملش كده؟ وخاصه ان في مصانع كتيره ممكن هتشتغل وتفتح، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في عندنا هتبقى عمليات احلال واردات، احنا عندنا مشاكل في الصين اللي هي فيها حاجات بالظبط وباء الكورونا اللي فيها، احنا كلنا عندنا الصين كل الواردات بتاعتها عندنا هنا، وارد جدا ان احنا نعمل منافسه، نستغل حاجه زي دي. هنلحق؟ طبعا نلحق، طبعا ما نلحقش ليه، هنلحق اكيد هنلحق، بس نبدا ان احنا ناخد خطوات ايجابيه. طيب بس. تمام. طب حضرتك ذكرت في وسط كلام حضرتك عن موضوع اجتماع المركزي لجنه السياسات الماليه اللي احنا بننتظر طبعا منها يا اما تثبيت يا تخفيض، وطبعا مستبعد جدا الرفع مره ثانيه. حضرتك توقعاتك ايه في البدايه؟ والله انا اتوقع التثبيت برضه، يعني اتوقع التثبيت، لان احنا الفتره اللي فاتت دي يعني ايه، نزلنا ما يقرب السنه اللي فاتت من حوالي 450 نقطه. فيعني كتمني اتمنى طبعا ان هي تخفيض، لان السوق بتاعنا الى حد ما بيلمس الموضوع ده، يعني بيبقى فيه تحسن شويه. ولكن انا اعتقد برضه ان هم يعني ايه سياسه الهدوء في اتخاذ القرارات، ودي سياسه برضه حكيمه. فاعتقد مش المفترض ان هو لما بياخد قرار التخفيض او التثبيت بيبقى بناء على الارقام، معدلات التضخم، النسب. اكيد، بس احنا برضه نعتبر من نسب الفوائد العاليه في المنطقه. وعايز اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه برضه احنا اسواقنا، احنا سوق من الاسواق الناشئه ماشي، يعني ما فيش اسواق ناشئه حوالينا فيها
الحجم الضرايب اللي احنا هنا بندفعه ده، وده برضو احد الاسباب اللي زي ما بقول لحضرتك ان احنا دايما عندنا حتة البورصة بتاعتنا دي يعني ايه ما عادتش حتى بنلمس الخبر بتاع مثلا تخفيض الفائدة. اخر تخفيض للبنك المركزي حصل تخفيض وتوقعنا ان السوق ينتعش، السوق ما حسش بالحتة دي برضو قوي. طب وهي يعني حضرتك شايف اول خبر او اقوى واحد ممكن فعلا ينعكس ايجابي على السوق؟ الغاء الضرائب ان لم يكن يعني تخفيضها وخاصه في عمليات التداول في ذات الجلسه. تكلفه التريده على المتعامل بقت عاليه جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك تخفيض الغاز بالنسبه للمصانع. كان في انباء بتقول ان فعلا وزاره الماليه بتعتزم ان هي تخفض الفايده او تلغيها. لا تخفض حضرتك قصدك الضريبه. ايه سوري عفوا. الضريبه دي فعلا في شعبه الاوراق الماليه واتحاد الغرف الصناعيه المفروض ان هو هيعمل اجتماع مع وزاره الماليه. نتمنى ان وزاره الماليه يعني ايه تبص لنص الكوبايه المليان زي ما احنا بنقول، لان العائد اللي من هي الضرايب ضئيل 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 جدا. التكلفه اعلى من العائد. طب ايه المانع ان احنا نشيل خالص الضرايب دي وشوفوا هيحصل ايه؟ طيب هتلاقي في متعاملين كتير جدا خرجوا من السوق الفتره اللي فاتت كلها، كله رجع انه شاف تكلفه التريده قلت. تمام. طب بالنسبه بقى لفكره الطروحات الحكوميه وطرح شركات الجيش في الفتره القادمه في ظل نفس الظروف القائمه، يعني مش هنتكلم عن الغاء الضريبه عشان ما نبقاش حالمين قوي، ولكن نتكلم في اللي في ايدينا، بنتكلم في طرح شركات تابعة للجيش او للحكومه. اعتقد ان طرح شركات الجيش ده برضو بيبقى له اساليب وطرق معينه، طبعا مش انا اللي هقدر احكم عليها، بس السوق محتاج ان هو يكون اقوى من كده شويه عشان يستوعب الطروحات دي. في عندنا طرح مثلا زي بنك القاهرة، ده يعني قريب بالظبط ان شاء الله قريب، ده هيبقى يعني هيعمل عملية رفع او يعني هيعلي رأس المال السوق بتاعنا. احنا رأس المال السوق بتاعنا على فكرة كان تقريبا ما يقرب من التريليون جنيه، النهاردة احنا حوالي 600 مليار بالظبط. شوفي حضرتك الانخفاض الكبير اللي حصل ده ليه، مع ان يعني من 10 سنين احنا تتوقع لما يطرح البنك يكون فيه متعاملين جدد يدخلوا يبقى طبعًا فيه قيد. بس اهم حاجه ان الحكومه تتخذ يعني الاجراءات الاحترازيه بتاعتها صح، بمعنى ايه؟ انها زي ما احنا بنقول كده نبقى ايه التاجر الشاطر اللي هو ايه ما تطرحوش باسعار عاليه. في مثل الناس كلها عارفين المتعاملين القدام طبعا سيدي كيرو واموك، الكلام ده اكتر من 15 سنه عشان الورقتين دول اتطرحوا في الاكتتاب بتاعهم صح، حصل عليهم والمصرية اتصالات حصل عليهم هجوم رهيب جدا، جذبوا اموال اجنبيه وعرب ومصريين وكل حاجه، كانت يعني الدنيا كلها ماشيه تمام. ما ينفعش ان انا اطرح سهم في السوق بقيمه عاليه. ما يعني بص لا احنا بقى لهم سنتين بيدرسوا، يعني هم بقى لهم سنتين بيدرسوا كل النقاط اللي حضرتك بتقولها، فطبيعي يعني اكيد نتمنى واحنا طبعا يعني ايه انا يعني الواحد متفائل طبعا ان هم يعني يبقى القرار الصح في السعر الطرح بالنسبه لبنك القاهره ان شاء الله. توقعاتك سريعا لاداء البورصه بعد الجلسه الدمويه النهارده؟ اعتقد ان المؤشر برضو لسه في حته لتحت، لان احنا كسرنا حته ال 13800 دي كسرتها لتحت، دي ممكن نوصل يعني 13.5، بس يعني ايه نتمنى يعني احنا السبورت القوي عندنا جدا اللي هي 13. لو كسرت 13 دي هتودينا. لا احنا لسه بعاد عنها قوي يعني. حضرتك انت حضرتك بتتكلمي في اقول لك ايه بالظبط يعني حوالي 600 نقطه. ال 600 نقطه دول يعني النهارده الحاجه كويسه في السوق ان كان بنك السي اي بي كان ايه متماسك. تمام. لان زي ما قلت لحضرتك اول الحلقه ان البنك ده 26% من اي جي اكس بالظبط. فالنهارده السهم ده ب 85 جنيه، السهم ده لو شفناه مثلا ب 82 جنيه ماشي؟ فده ابشر يا فندم يا فندم. لا 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 على فكره حضرتك لا بس انا متفائل، بس الجلسه اللي انا شفتها النهارده دي لا يعني فعلا حاجه عرضي، وحضرتك نفسك تقول علامات استفهام، مش دي حاجه مش الاداء المعتاد يعني. مش الاداء المعتاد فعلا، بس الرمي بعنف ده بيخلق موجات بيعيه عن طريق الشركات كلها، فده اللي بيخلي السوق بيكمل نزول تاني. لا ان شاء الله يكمل ان شاء الله. نتمنى طبعا طبعا ان شاء الله كل التوفيق للمتعاملين داخل البورصه والبورصه المصريه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد نجاح خبير اسواق المال. شكرا جزيلا يا فندم. وايضا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وغدا باذن الله حلقه جديده وفريق عمل جديد. اشكر لحضراتكم حسن المتابعه والى اللقاء.